دعوة لأبسط حقوق زملائنا، حقهم في العلاج، حقهم في أن أولادهم يشوفوهم ويسلموا عليهم كل أسبوع، حقهم في حقوق المسجون الطبيعية، رغم أننا ندرك أن كثيرا منهم مظلومين، رغم أننا ندرك أن كثيرا منهم تم إلقاء القبض عليهم ويمارسون عمل وتم توجيههم أخرى. يعني لو أنا مش هضرب أمثال بمثل بناس، أنا حتى زميلي اللي كان قاعد في المكتب اللي أنا مكلفه بالشغل اللي اسمه يوسف شعبان، أنا اللي مكلفه بالشغل يغطي وقت الإخوان أحداث قسم الرمل وتم القبض عليه وتوجيه تهم الاعتداء على ضباط، وهو لايح بعد الاحداث ما بدات اصلا. انما في الاخر مش هضرب امثله، لان الامثله كثيره ومتعدده، احنا عندنا ثلاثه مثلا قدام مشرحه زينهم بنفس الطريقه، عندنا كتير بهذه الطريقه. عندنا احمد جمال زياده بعد سنه واكثر من 7 شهور اخلوا تم الحكم بوراءته. القضيه مش هنا، القضيه دلوقتي ان حتى هؤلاء المسجونين واللي بعضهم مسجون ظلمي ونحن ندرك ذلك، لا يحصلون على الحق البسيط في انه يحصل على حق في العلاج، لا يحصل على حق البسيط في الناس تزوره، حتى نقابته ممنوعه من زيارتهم. ده رقم واحد. رقم اثنين الاخطر، ان امبارح لدينا حاله شديده الصعوبه، احنا لدينا حاله الزميل هاني صلاح الدين كانت بتتدهور وكنا نطالب بعلاجه ونتواصل، وفجاه سقط لدينا اكثر من يعني امبارح 3 صحفيين اخرين، اسوأ الحالات الاربعه اللي احنا اتكلمنا عليهم على اكيد يعني. انما عدد الصحفيين محبوسين، احنا طلعنا تقرير لجنه الحريات السنه دي بنتكلم على 27 زميل محبوس، بنتكلم على منهم 11 نقابي الان، ربما بقوا 28 بعد احمد ناجي وزميل اخر وخروج عبد الرحمن ودخول 2 خرج النهارده، دخلوا 2 ثاني يوم. احنا عندنا كمان قائمه كبيره من الانتهاكات اللي بيتعرض لها الزملاء في السجن، وده هتصعب عشان كده. انا جاي ادعم زملائنا النقابيين في حقوق الصحفيين اللي بيعتصموا نتيجه تردي اوضاع الزملاء الصحفيين جوه السجون، وهم عددهم تقريبا 28 صحفي مسجلين او نقابه معترفه بيهم. لكن في نفس الوقت انا مش بكتفي بدعمي فقط للصحفيين، انا متضامن مع كل المسجونين اللي حالاتهم الصحيه مترديه جدا واللي فيه اهمال شديد، سواء في الاكل، سواء في الرعايه الصحيه، سواء في التريض، سواء التعنت الشديد جدا اثناء الزيارات. واحنا لينا زملائنا مسجونين اهلهم بيعذبوا وبيباتوا طول الليل عشان يقدروا يخشوا الزيارة الصبح. اعتقد ده امر يعني انسانيا غير مقبول، دينيا غير مقبول، قانونا غير مقبول، دستورا غير مقبول. ضباط شرطه بيقولوا لي انه في مواطنين بيقضوا عقوبتهم جوه اسم الشرطه لان مفيش اماكن في السجون، فده معناه انه الناس اللي بتموت جوه السجون نتيجه جوه الاقسام الشرطه نتيجه الاختناق، نتيجه عدم وجود رعايه صحيه كويسه او عدم توفر مكان مناسب ان هم يعني يقضوا فيه عقوبات لفتره طويله، ده مسؤول عنه وزاره الداخليه. عندنا مؤسسه موجوده حاليا مجلس النواب افترض انها بتعبر عن الشعب، بس مره ثانيه انا ما زلت مستشعر ان المجلس لوحده مش هيقدر يتطور ما كانش في ضغط شعبي حقيقي في القضايا مثل هذه القضايا. زي ما بنتكلم في الخدمه المدنيه، ايه اللي خلى قانون الخدمه المدنيه يسقط؟ ما تقولوش ان هو مجلس النواب فقط، مجلس النواب فقط استشعر سخط شديد في الشارع المصري تجاه هذا القانون، فما كانش بايده انه يتراجع عن القانون ده، لكن مرر جوه المجلس قوانين أسوأ من هذا القانون. العبرة بيه؟ العبرة بالضغط الشعبي. خلونا دايما وانا بتكلم على الضغط بشكل سلمي، لا بتحدث عن وقفات ولا بتحدث عن مظاهرات، لكن التعبير عن الراي احنا حتى ده مش بنقوم بيه. النهارده نقابه الصحفيين بتقوم بيه، اتمنى ان بقيه النقابات اللي ليها اكيد ناس جوه السجون حالتهم الصحيه مزريه هي كمان تتكلم عنه.